لكم شيخ. سؤاله الثاني عن بداية صلاة الضحى يا شيخ. صلاة الضحى تبتدئ من ارتفاع الشمس قيد الرمح، أي قدر الرمح إلى قبيل الزوال، وذلك بخمس دقائق تقريبا قبل أذان الظهر، هو وقت الزوال، هذا الذي ينهى عن الصلاة فيه، وهو وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد الرمح، يعني بما يقارب 12 إلى 15 دقيقة من توقيت الإشراق الذي في التقاويم إلى 5 إلى 10 دقائق قبل التوقيت الذي على التقاويم بالنسبة لوقت صلاة الظهر. أحسن الله.